وخذوا عندكم هذه المفاجأة من لولو هايبر ماركت، 1000 عربة يقدموا لكم هي مجانا. يعني تخيل تكون معبي العربية بالكامل وتجي تبغى تحاسب يقولوا لك لا تدفع شيء، خليها هذه المرة علينا. ويا مساء الخير، زيارتنا اليوم حتكون في لولو هايبر ماركت. حاليا تلاقوا في جميع فروع لولو هايبر ماركت مهرجان عالم المأكولات 2020، تقدروا تتذوقوا جميع المأكولات الأوروبية والآسيوية والعربية. خلونا نروح معاكم ونكتشف معاكم مهرجان عالم المأكولات. يا هلا ومرحبا. يا هلا والله. ايش عندك؟ والله عندي عرق اسود. طيب خلينا نجرب. يعطيك الف عافيه. الله يسلمك. خلونا نروح على هذه العربة ونكتشفها معاكم. عندنا هنا برياني المأكولات البحرية، وهذا برياني كاتشي مورغ، وعندكم هنا برياني باللحم، وعندكم هذا الحل الهندي اللي هو آري بايسام. وحيكون يوميا في مسابقات وتحديات تلاقوها على حساباتهم في سناب شات وكمان على الانستغرام. نعرفكم الان على العروض اللي بيقدموها. عندكم هنا حليب المراعي الكبير المجفف او البودره ب 37 ريال و90 هلله. وعندكم هنا شوكولاته فليك وكمان ببلي تاخذوها على 16 ريال و45 هلله. كرتون الاوريو على 16 ريال و95 هلله. طبعا العروض بيقدموها على المنتجات الغذائية والغير غذائية. كل هذه الأشياء اللي شايفينها عليها عروض مميزة، تعالوا اكتشفوها بنفسكم. عندكم هنا كرتون اللوز أو الفول السوداني تاخذوه بقيمة 10 ريال، لاحظوا السعر السابق 15 ريال. ولفت نظري كمان هذا العرض اللي مقدمينه على بسكوت دايجستيف، تاخذوا 3 حبات بقيمة 11 ريال ونص. وهذه تشكيلة من العروض مقدمينها هنا على زيوت الطبخ. وعندكم هنا عروض على الدقيق، وشايف كمان هنا عروض متنوعة على أنواع الرز. وهنا عروض على الأندومي، عروض على الحليب، على معجون الطماطم. ما شاء الله العروض ما تخلص في لولو هايبر ماركت. وطلعنا بالدور العلوي، عندهم هنا تشكيلة من العروض على الأجهزة وعلى الجوالات. خلونا ناخذ جولة ونعرفكم عليها. وهذه تشكيل من اللابتوبات وعليها كمان عروض مميزة. لفت نظري هنا لابتوب هواوي، مواصفاته تناسب الطلاب وسعره مناسب بقيمة 2849 ريال. وهنا عروض على السماعات وكمان على الساعات. عندكم هنا ساعة سامسونج بقيمة 199 ريال. وعندهم كمان عروض حلوة على شاشات التلفزيون.